يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة في كل أيام السنة صيفا وشتاء، أم هي خاصة في الأيام التي يرجى فيها نفع المطر عند نزوله كما يسمى بالوسم ونحو ذلك؟ الله قادر على أن يزال المطر في كل وقت، فإذا احتاج المسلمون إلى المطر في أي وقت فإنهم يستسقون، والله قادر على إنزال المطر لهم في أي وقت.